أيها الأحباء، لقد ترك لنا الأب الحبيب بندليمون أثرا كبيرا مميزا في الكنيسة، لأن الله أعطاه مواهب غزيرة، فكرس نفسه منذ صباه للرب ولكنيسته، واستقطب عددا كبيرا من الأشخاص إلى الكنيسة، فكان مرشدا وأبا روحيا لكثيرين وبخاصة للشباب. أنا شخصيا عندما كنت علمانيا كنت آتي إلى كسبة هنا قاصدا إبراهيم فرح آنذاك في بيته، طالبا منه الإرشاد. إضافة لذلك كان الأب بندليمون منذ شبابه ضليعا بالأشغال اليدوية المتنوعة، لا سيما تلك التي تتعلق بالثياب الكهنوتية وأغراض المذبح والمائدة المقدسين وما إليها من بخور وزيت وشمع وكل ما يختص بأدوات الهيكل. ما يميز قدس الأب المتوحد بندليمون أيضا هو طريقة عيشه وتعليمه وقيادته للرهبنة وللرهبان، وهو لا شك لعلينا أن نعترف بذلك، هو أكثر أب استقطب عددا وافرا من الشباب إلى الرهبنة. إلى جانب ذلك يتمتع بنفس فريد في الإداء الموسيقي في الترتيل البيزنطي، نفس فريد لا شك أنه من الروح القدس. في الوقت نفسه تدرب ودرب تلاميذه على ممارسة مستفيضة للليتورجية للصلوات العديدة، لم يكن لديه مانع من أن يعرف أبناء الكنيسة عامة في الوطن وفي المهجر على الترتيل البيزنطي وممارسة الخدم الليتورجية الرهبانية والعلمانية. لقد أدخل نوعا خاصا مميزا من العمل التبشيري، لأنه كان يسمح لرهبانه من وقت لآخر، ويعرف رهبانه ذلك وقت الضرورة أن يخرجوا من ديرهم ويعطوا كلمة الله للناس جميعا. هذا إضافة إلى ممارسة أبوته الروحية الواسعة. والآن أيها الأحباء، نقله الله باكرا، وهذا سر
لا يستطيع ولا واحد منا أن يعرفه. هذا هو سر نقله، خطفه باكرا من هذه الحياة الوقتية، كما نقل: إذا ذكرتم الأب الناسك إسحاق الآثوسي وهو الآن يمثل أمام الله خالقه، أما نحن فسوف نتمتع بثمار أعماله ومخلفاته الحميدة، ومنها وبصورة خاصة الحرص على أبنائه الرهبان لكي يتابعوا رسالتهم المقدسة تحت راية الكنيسة، ولكي يحافظوا على الأمانة التي سلمها إليهم مؤسسهم ومرشدهم قدس الأب المتوحد بندليمون، فيستمروا في حياتهم الرهبانية حارين بالروح وسالكين في سيرة التواضع والخدمة والتوبة، علهم يكملون رسالته فيكونون منائر روحية تجذب الشباب المعاصر إلى كنف الكنيسة. نصلي أن يقويهم الرب في التعليم والبشارة والموسيقى الكنسية، وينعم علينا وعليهم بآباء روحيين وكهنة مماثلين بالروح النعمة. أيها الإخوة الأحباء، لقد أحببنا كلنا هذا الأب الحبيب بندليمون، وهو باق في قلوبنا وفي صلواتنا. نصلي من كل قلوبنا أن يحيطه الرب، يتغمده الرب برحمته الواسعة التي تتخطى كل قانون بشري، مكافأة على محبته وتكريسه وتضحياته الكثيرة. سيبقى ذكره في الكنيسة ساطعا ككوكب لا ينطفئ بريقه، وسيمنح الله محبيه تعزية إلهية، فليكن ذكره مؤبدا. آمين.